السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بلدي أخويا. بلدي أخويا مش بلدي. ماله؟ احنا ولاد بلاد قاعدين طلعنا في حملة نظافة ننظفوا بلادنا وكو. استنوا بلدي استنينا ما جانا حد. ولينا طلعنا وحدنا ننظفوا البلاد. الدهن انتم شارين ولا بلدي؟ شارين واحنا الدهن. طوعين عبيد طوعت وتلمينا فلوس وشرينها. ولهذا احنا انا البلدي لا نسكروا كياس ولا نعطلوا ناس ولا نعطلوا موفمون ولا حد شيء. بارك الله فيك ويرحم والديكم من فوق ويكثر خيركم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ما تكلفتش مليارات تقريبا؟ لا مش مليارات. كيف فرق ما تكلفت؟ قداش تكلف؟ والله تكلفت بالضبط جاب شغل بالضبط اكثر من 1.5 مليون. اكثر من 1.5 مليون. يعني شويه من الحومه كل واحد شويه انضافت الحومه ورجعت الحومه ثلاثه تلمع. الصغير عطاه والكبير عطاه فمش كون عطاه 2000 فرنك فمش كون عطاه 100000 فما عطاه 10000 5000 كل قدير وقدره. شوف كيفاش عملنا به من 2000 ل 10000 شوف نصلي يعني بيش عملنا به. يعني بلديه ما تستناش باش تلم مليارات باش تجي تنظف حومها ولا باش تنظف حي اللي تخدم فيه بتاع البلديه دي. بالضبط مش لازم مليارات ولا لازم برشا حوايج قليل تنظف ولا بس ما عندهم مشكله. الحمله ما كانتش مأطره كما قلنا كانت اندفاع شباب على والغير على وغيرة شباب على المنطقه على المنطقه نتاعو هي اللي ساهمت اكثر اسهام اكثر من كونها نقوموا بالحمله هذه. والحمد لله الحمله نجحت والمبادره مازالت متواصله ومش نكملوا ننظفوا البلاد الكل فهمتني بخلاف الطريقه رقم واحد هذه باش نكملوا ننظفوا البلاد الكل. وكانت النتيجه الحمد لله ايجابيه وهاني قاعدين نبلغوا المسؤولين طريقه اخرى لنا باش نسكروا كياس لنا باش نعطلوا حركه المرور لنا باش نعملوا شيء انا قاعدين ننظفوا في بلادنا وربي يوفقنا ان شاء الله. والعبد كل راهو على الميديا هي المساهم اكبر اسهام نشكر سوس تي في اللي جات وقامت المبادره ذي وبتصور كل شيء في البرجين. النقائص الموجوده في البرجين موجوده راهي في مش ما نقولوش في اغلب المناطق على خاطر كل شيء يجي مع بعضه. المركب الثقافي تسكر الفارماسية تسكرت البلديه ما ثماش المعهد الثانوي اللي نطالبوا به تو عندنا قداش معناتها تلمذتنا قاعدين يخرجوا برا 6 تاع الصباح يروحوا كان 7 تاع العشيه بنات صغار ولاد صغار من 10 ل 14 حبينا معناتها لفته صغيره حتى المسؤولين وفروا لنا يرحم والديكم بلديه خلقوا منا مقام الشباب هذوما وما ناش طالبين لا فلوس ولا شغل طالبين معناتها حاجه للبلاد تكون صالحه لاجيالنا والحمد لله.